طيب نكمل هلا بالمسلز تاعت اللور لور ليمز. نيجي على المسلز تاعت الثاي. المسلز بالثاي تقسم ل 3 كومبارتمنت. نفس الشيء يعني له سكشن بالثاي تمام، وفي عندنا انتر ماسكولار سيكتا، في عندنا واحده ميديال واحده لاترال واحده اكستيريور. فتقسمت ايش المسلز تاعت الثاي لايش؟ ل 3 كومبارتمنت. في عندنا كومبارتمنت موجود في الامام، هذا شو بنسميه؟ بنسميه anterior compartment او بنسميه ايش؟ extensor compartment. ليش بنسميه extensor compartment؟ لان المصل المين مصل الموجود هون اللي quadriceps humerus مسؤول عن extension ايش؟ للهب جو للني جوينت سوري تمام؟ الميديال compartment شو بنسميه؟ بنسميه adductor compartment. ليش adductor compartment؟ لانه الشغل تاعهم شو بيعملوا؟ adduction للهب تمام؟ البوستيريور كومبارتمنت شو بنسميه؟ هو البوستيريور كومبارتمنت هذا بيشتغل على الهيب وبيشتغل على النيل، بيعمل فليكشن للنيل واكستنشن ليش؟ ليش؟ للهيب. شو المسلز اللي بتعمل اكستنشن؟ كم شو حكينا عنها؟ جلوتيس ماكسيموس المين اكستنسور للهيب جلوتيس ماكسيموس. هذول سبورت المسلز تاعت الباك بنسميهم الهامسترينج مسلز، هم سبورت الجلوتيس ماكسيموس تمام؟ اذا هم بيعملوا فليكشن للني جوينت وبرضه بيساعد الجلوتيس ماكسيموس يعملوا ايش؟ اكستنشن ليش؟ للهيب جوينت تمام؟ كل جروب عندنا انتيريور اكستنسور ميديال ادكتور بوستيريور اللي هم بنسميهم الهامسترينج. كل كومبارتمنت له نيرف سبلاي تاعه تمام؟ الانتيريور كومبارتمنت بنغذيهم نيرف بنسميه فيمورال نيرف. الميديال كومبارتمنت بغطيهم لير شو بنسميهم؟ اوبتيريتر لير. البوستيريور كومبارتمنت بغطيهم لير الكبير اللي قبل شوي شفناه شو بنسميه؟ سيف. اذا كل جروب لها لير تمام؟ طبعا هذول اللير من وين جايين؟ عشان مره ثانيه كمان نتذكر في الابر ليمز كان في عندنا نتورك من اللير فايبرز منها ايش؟ البريكيال بيكسس. برضه في عندنا في اللور باك في عندنا برضه كمان البيكسس تمام؟ مسؤول بتاع البرانشز، مسؤول عن الانفيشن تاع ايش؟ السنسور والنوتر انفيشن تاع الاول شو بنسميها؟ لامبو ساكرال بيكسس تمام؟ اذا عندنا بريكر بيكسس للاور ليب، بينما السباينال نيرفز اللور باك بتعمل برضه بيكسس بنسميها لامبو ساكرال بيكسس، هي مسؤولة عن الانفيشن لايش؟ للاور تمام؟ اذا الانتيريور كومبارتمنت بيعطيها نيرف شو بنسميه؟ فيمورال نيرف. الميديال كومبارتمنت شو بسميه؟ اوبتيريتر نير تمام؟ الميديال كومبارتمنت شو سميناه؟ الادكتور كومبارتمنت. واحد من الاسئله كان في السيستم كذا، يعني قبل ما تدخل على هذا كل شيء كان مريض وكذا كذا ومعاه انجري في الاوبتيريتر نير، شو الموفمنت اللي راح تاثر؟ الادكشن للهيد، يعني فيري سمبل السؤال تمام؟ نفس الشيء في مورال نير، في مورال نير اذا تاثر معك شو راح تغذي نفسك؟ كوادرسبس فيورس، كوادرسبس فيورس شو بتعمل؟ اكستنشن. صار اي مشكله في الفيمورال نير مريض كان، واحد من الاسئله مريض كان كذا، واحد رصاصه في منطقه الفخذ وصار عندنا دمج في الفيمورال نير، شو الموفمنت اللي تاثرت عند البيشن؟ اكستنشن للني تمام. الهامسترين نفس الشيء سيت كلير، واحد اعطاه انترامسكولار انجكشنز لسه غشيم ما اعطاه انترامسكولار انجكشن وهو ضارب سيت كلير، شو الموفمنت؟ شو الاشياء اللي ممكن تصير للمريض؟ اكيد راح يصير فليكشن للني تمام. فهذه الاشياء اللي هي يعني الكومن سنس لازم تعرفوها تمام. اذا كل جروب كل كومبارتمنت ايش؟ له نيرف سبلاي تمام. هذول هم الثري كومبارتمنت. بلش في الانتيريور كومبارتمنت. الانتيريور كومبارتمنت اللي هو سميناه اكستنسور كومبارتمنت. ليش؟ لانه مين الاكشن تاعه؟ اكستنشن تمام. عندنا ثري مسلز موجودين في الانتيريور كومبارتمنت. اول وحده بنسميها الساتوريس. هذا الساتوريس هي اللونجست مسل، ناخذ لكم هي ستراب لايك مسل شكلها مثل الحزام، هي اللونجست مسل في ايش؟ اللونجست مسل في البادي تمام؟ وفي عندنا الكوادريسبس فيومرس مسلز اربع رؤوس، وفي عندنا مسلز اللي بتنزل هاي تبعت من الباك تمام؟ الواحد من الاي فوسا واحد من اللمبر الاثنين مع بعض بنسميها ايليوسوروس مسل تمام؟ هذول هم المسلز وانتيريور كومبارتمنت للثاني. غرابيهم مين غرابيهم؟
الفيمورال نيرف. المين اكشن تاعهم اكستنشن للني جوينت، بيشتغلوا مين يعني للني جوينت، بس برضه كمان هلا راح نشوف انه بيشتغلوا كمان على الهيب جوينت. او راح الساتوريس، الساتوريس الاورجن تاعها تسمى من الايليك كريست من الانتيريور سيبير الايليك سباين، هي ستراب لايك مسل كروس امام، مش شايفين كيف كروس، وين بتروح تربط؟ على ايش؟ على الميديا سايز للابر، الابر بارت من ايش؟ من الشاف تاع التيبيا، تمام؟ اذا على ايش؟ على الميديا سايد للاب، على الميديا سايد للابر بارت اوف ذا شاف اوف ذا تيبيا، تمام؟ المين فانكشن لهذه المسلز طبعا هون مثل ما احنا شايفين عامل كروس للهيب جوينت وعامل كروس ليش؟ كونها واصله التيبيا عامل كروس للني جوينت، اذا لازم تشتغل وين؟ على التو جوينت، تمام؟ صحيح؟ واضح؟ كذا هي ايش؟ من الانتيريور سبيرنج سباين تروح وين تربط؟ الابر بارت على الميديال سيرفيس للشاك التيبيا، تمام؟ المين فانكشن هذا المسل بسموها الساتوريس مع اكثر من خياطيه، تمام؟ هي بتعمل اللي هو البوزيشن هو بنسميه كروس لوب، الكروس ليج بوزيشن او تيلر بوزيشن، هذا البوزيشن. انا بحكي لك ادرس ادرس على الارض تربع العميل، تمام؟ كروس ليج بوزيشن هلا هذه الموفمنت هي بتقول عن هذه الموفمنت لها كونتربيوشن كثير في هذا الموفمنت، لان هي ايش بتعمل؟ اول شيء بتعمل ابدكشن، طبعا اول شيء بتعمل فليكشن. فليكشن ليش؟ للهيب، تمام؟ ابدكشن مع لاترال روتيشن، يعني فليكشن ابدكشن ولاترال روتيشن ليش؟ الهيب برضه كمان تشتغل على الني او على البيت، شو بتعمل؟ فليكشن للني مع ميديا روتيشن، تمام؟ فهذه الموفمنت هذه كلها هي من ايش؟ اللي هي بنعمل من خلالها الكروس ليج بوزيشن او التيلر بوزيشن، هيك بتسموها الساتوريس، الساتوريس هذه عضله خياطيه، تمام؟ واضح؟ اذا هذا شغلها على الهيب وعلى الني، دائما عشان تتذكر عشان تجلس تربع على الارض بنحكي فليكشن مع ابدكشن مع لاترال روتيشن للهيب، وبرضه بنفس الوقت من فليكشن وميديا روتيشن ايش للني، تمام؟ هذه الساتوريس مين بغذيها؟ الفيمورال نيرف. السكند مسلز، السكند مسلز هي المسلز برضه هي الاورجن تاعها من البوستيريور وول لايش؟ للابدومين، تمام؟ بنسميها ايليوثوراس مسل. ايليوثوراس مسل هي تو مسل، واحده بنسميها الايلياكوس اللي طالعه من الايليك فوسا من بتاعت الهيب بون، واحده بنسميها ايش؟ سوس ميجر. سوس ميجر جايه من اللمبر فيرتيكال، هذول الاثنين مثل ما انتم شايفين عاملين البوستيريور من الوول، بس الهم تندون اثنين بينزلوا خلف هذا الليجمنت. شو بنسمي هذا الليجمنت؟ هذا الايجوانا الليجمنت، بينزلوا تحت خلف الايجوانا الليجمنت وين بيربطوا؟ بالليسر بروكانتر. هذول المصر شو بيعملوا؟ راح يعملوا الاكشن تاعهم فليكشن للهيب جوينت، تمام؟ فليكشن للهيب جوينت، واضح؟ هذول هم المين فليكسون للهيب جوينت، تمام؟ يعني بيعمل فليكشن للهيب جوينت بهذا الشكل، او اذا اللور لين فيكس هم بيعمل فليكشن ليش؟ للترنك على اللور لين، تمام؟ اذا هذا ايش؟ ايش؟ اليوثوراس مسل. النيرف سبلاي تحتها برانش من الفيمورال نيرف واللمبر فيكسر، تمام؟ مش مثل ما احنا شايفين ان هم المين فيكسر للهيب جوينت. طيب اذا اول فيكسر كنا حكينا عن الهيب جوينت، هذول بنسوي وبرضه الساتوريس، الساتوريس ما بتعمل فيكشن للهيب جوينت، تمام؟ طيب اخر مسط اللي هي الكوادرسبت فيمورس، الكوادرسبت فيمورس هي المين اكستنسور للايش؟ للهيب جوينت، ليش سميناها كوادرسبت؟ لان عندها فور هيد، تمام؟ هذول المسلز هيهم اربع هيد، واحد بنسميه فيكتس فيومرس، هذا هون وباستس لاتيراليس وباستس ميديالس، واذا بنشيل الفيكتس فيومرس بنشوف الباستس ميديالس، تمام؟ هذول كلياتهم اربع هيد بيشتركوا في وان تيلر، تمام؟ هذا التيلر بروح بالباتيلا ومن الباتيلا بكمل بروح بتربط التيبيا، التيبيا التيبس بتاع التيبيا، تمام؟ واضح؟ المين اكشن هذا المسل extension للني جوينت. اول هيد تاعها اول هيد اول هيد اللي هو الريكتس فيومرس، الريكتس فيومرس ميزته هذا الهيد انه له شغل كمان وين؟
على الهيب جوينت، لانه هذا الاورجن بتاعي بنحس فيه بس من الانفيريور انتيريور انفيريور اللي هي سباين، تمام؟ ومن الاوتر سيركس هاي شايفين الاوتر سيركس للهيب 1 بينزل كلياته مع بعض. بينما الاذر تندونز فاستس لاترالس فاستس ميديالس فاستس ارمينيس هذول بيطلعوا من الفيمر من الشق بتاع الفيمر، تمام؟ بس هذا هو التندر الريكتس فيمرس هو التندر الوحيد اللي بيكمل الاعلى بيعمل كروس الهيب جوينت، لذلك هذا واحد من الاكشن بتاعه غير انه مع الكوادريسبس فيمرس بيعمل اكستنشن للهيب جوينت. شو راح يشتغل وين؟ على الهيب جوينت بيعمل ايش؟ فليكشن، واضح؟ تمام؟ اذا المصر اللي بتعمل فليكشن ايش هي؟ الهيب جوينت لحد الان ايليوسوس هي المين فليكسر للهيب جوينت، ومن بيساعدها؟ ساكتوريوس والريكتس فيمرس تاع ايش؟ تاع الكوادريسبس فيمرس، هذول الثري مصر مسؤولين وين؟ عن الفليكشن، تمام؟ للهيب جوينت. شايفين كيف كلياتهم بنزل تندر واحد على الباتيلا ومن الباتيلا بكمل على التيبيا، التيبيا الترز. هذا هون شايفينهم. هذا سمتايم هذا الاكستنشن بيسموه بعض الاوقات اللي هو الباتيلا كيبت او الباتيلا تندر. يعني تربط الباتيلا وصل هي الباتيلا مغروسه غرس داخل التندر لهذا المصر. تمام؟ كمل التندر على التيبيا الترز. طبعا هون الاوريجن للباستس لاتيرالس والباستس ميديالس، طبعا هذا الاوريجن للباستس لاتيرالس وهذا للميديالس، طبعا فطر الميديالس لاتيرالس على الجزء الثاني، يعني واحد بيجي من البادي نفسه، واحد بيجي من هذا يعني من الخلف، واحد على اللاتر سايد، واحد على الليفت سايد، واحد من الامام هي ايش؟ باستس انتريجيس، باستس انتريجيس هي شفناها بعد ما شلنا الريكتس كيوريس. بس كل ياكل باسس ميديالس باسس لاتيرالس باسس انترميديالس يطلعوا من الشاح نفسه بتاع ايش؟ بتاع الفيمر، بس باستثناء الريكتس فيمر هو اللي بيعدي للاعلى، هو اللي بيعدي بالنص بين في الهيب بون. هذول هون نشوف الشاه هذا الريكتس فيمرس، فهاي هذا الساتوريس عاملينها ساتور، ساتوريس كروس جاردن في هذا الاتجاه، نص هذا الريكتس فيمرس هذا الباستس لاتيرالس هاي الباستس ميديالس، تمام؟ واضح؟ طبعا هذا الفيمورال نيرف شايفينه؟ هذا الفيمورال نيرف بيعطي كل المصل في الامام، هو قريب من السيف فهيك هو عرضه للسيف في الدم. هاي المصل مره ثانيه هون بعد ما شلنا الريكتس فيمور شفنا ايش؟ الباستس انترميديالس. طيب هذول المصر ستاعتهم في الكوبار اللي هم ستاعتوريس إليوسوس كودريتس فيوبرس. مرة ثانية ستاعتوريس دائما نتذكرها لما نجيب تقطة تقطة ايش البوزيشن اللي هي كروس ليك بوزيشن تربيع، تمام؟ فليكشن مع ابدكشن ولاتر روتيشن للهيب بنفس الوقت على اليمين شو بيعملوا؟ فليكشن مع ميديا روتيشن، تمام؟ ستاعتوريس إليوسوس هاي نازل من الاعلى نازل الأطراف في الليسر الثالثة مسؤولة مين؟ عن الفليكشن الكوادريسبس فيومرس مسؤولة ايش؟ أربعة هيد مسؤول مين؟ وين بيشتغل مين بي؟ عن الاكستنشن لليمين بالإضافة لايش؟ الريكتس فيومرس واحد من الهيد الريكتس فيومرس بيساعد ايش؟ بالفليكشن للهيبتور. طيب نيجي هلا على الفيمورال تريانجل، الفيمورال تريانجل مثل ما حدا كتب هون هي هذه المنطقة من الكوادريسبس هي تريانجل بوزيشن، تمام؟ هذه نسميها الفيمورال تريانجل. عندنا هون امبورتنت ستراكشرز اللي هم الفيمورال ارتري، الفيمورال فين، الفيمورال نيرف، وفي عندنا كنال نسميها الفيمورال كنال، تمام؟ هذه طبعا مثل ما حكينا هي تريانجل ديفرشن موجود ايش؟ الفرونت الاور تير ايش؟ نختار، تمام؟ الباوندرز في عندنا السبير باوندري اللي راح يكون هذا اللي شو نسميه؟ جواين اللي قبل، هذا المصر شو سميناها؟ ساتوريس الميديال مارتن بتاع الساتوريس، في عندنا مصر كمان شوي راح نحكي عنها اللي هي هذه الابدكتر لونجس، الميديال مارتن الابدكتر لونجس كمان شوي راح نحكي عنهم، هذول هم بيعملوا الباوندرز لايش؟ لهذه الترين، تمام؟
واضح؟ هذه مرة ثانية شوف إيش. وهذه الساركوز فيها. وهذه إيش؟ هذا أكثر من قصدي من الميديال بوردر للساركوز. الميديال هذا تري ميديال هو الميديال بوردر للأكثر من قصدي وهذا المهم. وفي هذا السبيلر هي إيش؟ لينغوالي. هذول صار عملوا إيش؟ هم الباوندري الترانجل هذه نسميها الفيمورال ترانجل. الفيمورال ترانجل من قطة الفيمورال ترانجل from lateral to medial. شوف عندنا أول شيء هذول الستركتشر بينزلوا من الأبومن من البلبس على اللور ليبس بينزلوا خلف اللينغوالي ليبس هذا الليجمنت بينزلوا خلفه تمام؟ أول شيء الموست لاترال فيمورال نير بعدين عندنا إيش؟ الفيمورال أرتري بعدين عندنا إيش؟ الفيمورال فين بعدين عندنا ايش؟ كنال شو بنسميها؟ فيمورال كنال، فيمورال كنال شو فيها مثل الشكل؟ ليمف نود وليمف فيسلز، تمام؟ واضح؟ تمام؟ إذا فروم لاترال تو ميديال الكونتنت اوف فيمورال ترانجل، فيمورال بير، فيمورال ارتري، فيمورال بير، وعندنا ايش؟ فيمورال كنال. هلا هذول الثري ستراكشرز مثل ما احنا شايفين. طبعا هون اتوقع مش عارف من السنة الماضية في شيء غلط هون. هاي طبعا اللاترال تو ميديال هي الميديال تو لاترال ارتري غير وهذا ايش؟ هذا انسوا الاشياء تمام بس ركزوا معي هون تمام؟ اذا عرفنا الستركشرز الموجوده هون هلا بنلاحظ انه هذول الثري ستركشرز اللي هو الفيمورال ارتري الفيمورال فين مع الفيمورال كنال بيكونوا محاطين بشيء شو بنسميهم؟ الفيمورال شيء تمام؟ واضح؟ مش عارف انه ما في شيء مش فارق صار بس اذكر الطلاب السنه الماضيه كانت بس في دكتور من لاترال تو ميديال بس صحيح هلا المطلوب انه نعرفه انه النيرف مش مكلول داخل الشيء الثالث تمام؟ هو إذا لما يجي أسألك عن الكونتنت للفيمورال ترانجل اللي يقوله الفيمورال لير لاترال بعدين الفيمورال ارتري بعدين الفيمورال كنال الفيمورال كنال تبع الليمف فيسلز والليمف نود تمام هذول الثري ستراكشرز الارتري والفين والنير والكنال هذه هذول محاطين بشيء بنسميها الفيمورال شيء تمام شايفين كيف هذا ايش؟ هذا الثري طبعا هذا ايش؟ هذا الفيمورال ترانجل هذا بنشوف الموست لاترال الفيمورال لير بعدين عندنا ايش؟ الارتري، بعدين عندنا البيت، بعدين عندنا اخر شيء اللي موست ميديالكم موست ميديال في الفيمورال كنال، تمام؟ واضح؟ هلا اذا بنلاحظ هون بنلاحظ هون بالفاشيا دي فاشيا بتاعت دي فاشيا بتاعت التايب في عندنا هون اوبننج. الاوبننج شو بمر فيها؟ هذا البين اللي هو البين الموجود في السوبرفيشال بين اللي حكينا بيجي من تحت من الليل على الميديال سايد هذا شو سمنا؟ يلا يا فريسي بس مش حاطط قياس انتم؟ البين الكبير السوبرفيشال بين الكبير بيمتد من الليك وبيطلع لحد الكاميرا الارض الكاميرا البين الجريت ساكنرز بين تمام؟ جريت ساكنرز بين هذا بيطلع من تحت شايفين له اوبننجز بنسميه ساكنرز اوبننج بالفاشة عشان يقدر ايش؟ يقدر يدخل ودرين بالبد هو ايش؟ الفيمورا البين تمام؟ واضح؟ هذا ايش الساكنس اوبننج بالروف بالفاشيا، الفاشيا اللي عامل الروف تحت الفيمورال ترانجل في ايش؟ في لها اوبننج، الفاشيا بنسميها الساكنس اوبننج عشان يدخل فيها هذا البين، عشان البين هذا الجريت الساكنس بين يقدر يوصل لوين؟ الفيمورال بين، واضح؟ شايفين هذا الجريت الساكنس بين هو السوبرفيشال عشان تحت السكين يدخل الديب فاشيا من الاوبننج السكنس اوبننج وبيصب البلاد وين في الفيمورال بين واضح تمام هذا هو الفيمورال بين مين يحكي لي ليش الكاديفا الارض بين بهذا الشكل والبين بهذا الشكل الارض دائما لونه مش بيزو طبعا هذا النير الارض لونه دارك ايش اسمه برايت تمام وايت بينما هذا هون دارك شوي
تمام. اول واحد بتصير في الوورد تك كمان نشوف ليش هذا ده لانه الوورد بتاع البين والثلج بنشوف بالضبط الضغط داخل داخل البين. بينما هون لا ما بنشوف عنده ايش الوورد على الارض تك تمام. كمان بنقدر نشوف في هون شفاف شوي هون لا كمان تك ما بنشوف بالضبط كلوت يعني الدم اللي بتجلد داخل الارض ما بنشوفه لان الوورد بريتك. طبعا هذا الشيء طبعا هذا الفيمورال نيرف صح؟ هذا الفيمورال نيرف بيجي لاترال موست لاترال مش مغطى بالشيء الشيء هي فانل شيب شيء تمام؟ غلط حيط حلقة سرامي ايش الفيمورال ارتري فيمورال بيل وفي عندنا الموست ميديال هي الكنال الموجودة هون الفيمورال كنال واضح؟ تمام؟ إذا الكونتنت للفيمورال شيء هي بس كنت تفهمه الشيء شوف عندنا باللاترال كومبارتمنت للفيمورال شيء يعني الفيمورال ارتري بالانترميديال كومبارتمنت اللي هو ايش فيمورال فين بالميديال كومبارتمنت للفيمورال شيء يعني الفيمورال كانال تمام واضح. هذول هم الثري كونتنتس تاعت الفيمورال شيء. لما سالك عن الفيمورال ترانجل مش هذول بس بيشمل معاهم ايش الفيمورال نيرف بالعاده بيسال عنهم بيسال عليهم سؤالات طيب هلا احنا حكينا الثري ستراكشرز هذول الفيمورال شيث بتحب الفيمورال ارتري والفيمورال بيل والموست ميديال بارت الفيمورال كانال. الفيمورال كانال بتشوفها شكل بتحتوي ايش على الست وليمف نود تمام. هلا تقريبا هي ليمف نوسل حتى لكن هون تقريبا هي ريليتد تبليه امتي تمام. عشان هيك لما بصير عندنا ايش لما يصير اثناء العمل اكسرسايز البلد ريكير اللور لمس رح يزيد صح تمام. فهذا ايش بصير اكستنشن بصير اكستنشن للفيمورال بين معظم البينس بلد من اللور لمس من اللور لمس بيبدا عن طريق ايش الفيمورال بين. فبسمح هذا ايش هون هذا تقريبا يعني ريلاتيفلي بس فيها بس سمول بيسل سمول بيسل هذا بسمح الاكستنشن ليش للفيمورال بين باتجاه الفيمورال كانال. برضو هذا الفيمورال الكنال الأبر أوبنينج إلها بنسميها إيش؟ هذا الأوبنينج هذا كانال كنال الأبر أوبنينج إلها بنسميها الفيمورال بين. الفيمورال بين تعتبر إيش؟ ويك أريا من أبدومينال وول عشان هيك ممكن يصير فيها إيش؟ هيرنيا بارت إحنا شايفين بارت من البريتونيوم والسمول انتستين ممكن يدخل عن طريق الفيمورال بين تمام؟ شايفين نزل على الفيمورال داكل وبرضه لما ينزل تحت في عندنا هون أوبنينج ساكنس أوبنينج صح؟ فإيش؟ ترجع بس ترجع ايش تضبط للامام تمام بشكل هون. طبعا هذا شو بنسميه هذا التايب الهيرنيا بنسميه فيمورال هيرنيا تمام فور انون ريزون مور كومن بالفيميل اكثر من الميل. طيب ايش كمان عندنا فالهون النيك مثل ما احنا شايفين النيك بتاعتي النيك بتاعتي الهرنيات بتفاق شو بتكون تكون ضيق على حكينا انه بيكون مش عارف اذا بتكون ضيق على شو بصير هذه هون بتكون اخطر ولا كذا يا بتكون النيك بتاعتي الهرنيات بتفاق واي ولا نو واي ليش عشان ايش لما تصير تضغط فتعمل ايش تعمل يعني تعمل كومبريشن على البلد بسل بس لو هذا البارت تمام فبصير شو في عندنا هون ميكروسيس من هون بصير بس بالضبط البعض تمام. عشان هيك شو بيعملوا عادة هلا واحدة من الـ من الـ شوف الباوندر بتاع الفيمورا بين هذا الانتيريو بلو طبعا هذا الفيمورا كانال هاي الأمر أوبن الفيمورا بين نشوف من الأمام شو بتعليها الانتيريو باوندر جوال الليجمنت ولاترال مباشرة لاترال للفيمورال كانال شو في عندنا؟ فيمورال بين في عندنا ميديا شو في عندنا؟ هذا الليجمنت بنسميه لاكونال ليجمنت تمام؟ على الميديا الاند لاكونال ليجمنت تمام؟ ومن الخلف في عندنا ايش؟ سيلونوم تاع الجبس تمام؟ هذول هم الباوندرز ايش؟ للفيمورال كانال للفيمورال بين
تمام؟ عشان هيك لما يصير احنا الهيمورال هيرنيا عادة شو بيعملوا؟ بيعملوا كت لهذه ايش؟ عشان يقدروا يسحبوا الهيد بار بريتونيا مع السمول انتستين بيعملوا سكشن لهذا اللاكونر ليجمنت تمام؟ فبيوسعوا الكنال هذا بيقدروا يسحبوا بعديها ليش؟ الهيد بار طبعا هاي فيها different types من الهيرنيا كيف في الجي اي انترسم الجي اي تو ذا وول ماذا هيرنيا في واحد يسميها الايكوال هيرنيا الدايركت والاندايركت في الابيلتس كمان تعتبر ديب ارياز بالابومن واحد منهم هو ايش فيمورال هيرنيا فيمورال هيرنيا انه ايش التستن لما يزيد الانترا ابومنال بريشر بعض من التستن بعض من البريتونيوم يدخل داخل الفيمورال كنال داخل عن طريق الفيمورال رين وينزل في اتجاه التريانج اللي تحت الفيمورال تريانج نسميها الفيمورال هيرنيا Yeah.